نتواجد في ولاية صور وتحديدا في منطقة العيجة، صور التي تشهد بالإضافة إلى ولايات محافظة جنوب الشرقية الأخرى، مصيرة، جعلان بني أبو علي، جعلان بني أبو حسن، الكامل والوافي، وصور التي نتواجد بها تشهد أمطار منذ مساء الأمس، والأمطار متواصلة من الليل وحتى هذه اللحظة بشكل متقطع، غزيرة، متوسطة وما إلى ذلك. وحتى الآن شهدت المحافظة هطول أو نزول بعض الأودية كوادي سال، بالإضافة إلى وادي حقل في ولاية مصيرة. اللجنة الفرعية لإدارة الحالات الطارئة هنا محمد في المحافظة انعقدت في يوم أمس وأعلنت جاهزيتها تماما للتعامل مع التأثيرات المحتملة للحالة المطرية التي تتأثر بها ولايات المحافظة منذ يوم أمس. الفرق الدفاع المدني والإسعاف في أعلى الجاهزية، هناك حددت 5 مراكز للإيواء في حال لزم الأمر لاستخدامها، موزعة على جميع الولايات أيضا. على ذلك الوضع يعني يشهد أمطار متفاوتة الغزارة منذ أمس مثل ما ذكرت لك إلى حتى هذه اللحظة. كإجراء احترازي أيضا آخر محمد، تم فتح منفذ أو بوابة واحدة فقط من بوابة سد الحماية من مخاطر الفيضان هنا بالولاية لتقليل الحمل عليه، توقعا لجريان أودية قد تصل إلى السد ومن ثم تسهم في امتلاءه، وبالتالي تم تصريف كميات من المياه في ساعات الصباح أو من يوم أمس عفوا، وهي عملية تفريغ مستمرة حتى هذه اللحظة. شهدت أيضا نيابة طيوي وبعض القرى البسيطة أو القرى الصغيرة هنا في الولاية وولايات المحافظة انقطاعات في خدمة التيار الكهربائي، لكن تم التعامل معها وتم إرجاعها في وقتها. جميل. عدا ذلك خدمات الاتصالات، شبكات المياه، شبكات الطرق لم تتأثر بغزارة الأمطار التي استمرت منذ البارحة وما زالت متواصلة حتى هذه اللحظة محمد. جميل جدا يعقوب بن يوسف البلوشي والأجواء الرائعة اللي أنت تعيشها الآن في صور.